السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة حكاوي تك. معكم علي النجار من القناة. النهاردة عشان خاطر الامتحانات الأونلاين وتحويل التعليم كله الأونلاين، هنعمل لكم فيديو إزاي تحدث التاب بتاع التربية والتعليم، التاب المجاني. أنت أول حاجة هتعملها هتخش في السيتنج الضبط، تمام زي ما احنا شايفين كده. هروح لتحديث البرنامج، هو اوتوماتيك قال لي يتم تنزيل التحديثات، لو ما نزلش انا بتك عليه. زي ما احنا شايفين كده ادي تحديث البرنامج. التاب زي ما احنا شايفين هيبدأ يعمل داونلود للسوفت وير الموجود على موقع سامسونج. هنا بيقول لك معلومات عن تحديث البرنامج، الاصدار اللي موجود الجديد، الحجم بتاعه 507 ميجا بايت، مستوى تصحيح الحماية بنسخة 1 فبراير او التحديثات الامنية زي ما بنقول السكيورتي ابديت. المميزات الجديدة اللي مكتوبة فيه زي ما احنا شايفين، تم تحسين امان الجهاز، اصلاحات اخطاء وتحسينات مختلفة. تحديث البرمجيات يمكن ان يشمل ما يلي على سبيل المثال الحصر. حلوة دي والله. تحسينات ثبات الجهاز وحلول المشاكل، مميزات جديدة او محسنة، تحسينات اضافية للاداء، تحقيق. طبعا هم قافلينه على نظام حماية اسمه نوكس، ده بيتيح للجهات الحكومية والشركات انها تقفل التاب بتاعها او اجهزة الموبايل على عدة برامج للموظفين، وتقدر تتحكم بيهم عن بعد بالاتفاق مع شركة سامسونج. زي ما احنا شايفين انا ممكن من تحت هنا اعمل ايقاف مؤقت للتحديث لو هنقل على داتا او واي فاي. يفضل طبعا ان انت تعمل التحديث ده على الواي فاي بس، مش عارف يقبل يعمله على داتا ولا لا، بس اكيد سامسونج مش زي الايفون هيقبل يعمله على داتا. لو احنا سحبنا من فوق هنا اهو، في تنزيلات جاية تانية لانك تضيف في المنصات بتاع التعليم والحاجات دي. لو رحنا شفناها بالمرة زي ما انتم شايفين الايقونات دي، نزل لها حاجات جديدة. لو نحب نروح هنروح لمنصة نوكس تمام، ده بتاع اللايسنس. هيشوف دلوقتي في ده الادارة، سوري، هنروح المنصة التانية بتاع النوكس اللي هي دي نوكس مانج، مش دي بتاع الادارة، نوكس مانج ريموت سبورت، نوكس مانج. زي ما احنا شايفين في علامة فوق هنا السهم ده، هلاقي فيه كل التحديثات الجديدة، استادي اللي اتعملت جديدة، الاكزام اللي هي منصة الامتحان، الادمودو اللي هي المنصة بتاع الدروس، اي كي بي اللي هي بنك المعرفة، الام اس مش عارف دي ايه، والام او اي دي وزارة التربية والتعليم. بقول له انستول، بس مش بيعمل لي انستول، تمام، قول لي اوكي. ده كده نزل على سطح المكتب خلاص، اقول له اضافه، قال لي ديليت. هنا انستول اهو، ده اضافه صفحه وزاره التربيه والتعليم. لو قلت له انستول ال ام اس اوكي، اضافه بنك المعرفه ضيفه، اضافه ادمودو ضيفه، اضافه الامتحان منصة الامتحان اضافة. لو رحنا للصفحة الرئيسية هنا كده هتلاقيهم كلهم انضافوا بالكامل. ال ام اس ده نمسح دول، دي الاسامي الجديدة بتاعتهم، نعمل لهم ترتيب تاني. زي ما احنا شايفين ادي المذاكرة الرقمية الجديدة،
سعادة الوزير المحترم الدكتور طارق شوقي، بصراحة بحبه جدا، عملها اونلاين للطلبة والمذاكرة الاستعداد عشان كورونا، زي ما احنا شايفين ذاكر الآن كل المواد عندنا، اللغة العربية مثلا، الصف الأول الثانوي، الصف الأول الثانوي زي ما احنا شايفين، ادي الشرح الموجود، بيحمل لسه، زي ما احنا شايفين ادي الدرس، لو قلت له ابدأ هيشتغل، يحتاج كروم للوصول، بقول له اوكي، المتابعة، سماح، ده بداية الادوبي ريدر، اقول له سجل جوجل كروم دي، ما علينا، هيشتغل من غير تسجيل، اوريدي. لا انا عايز سكيب من هنا، انا اتخطى بالاكس اللي فوق دي، تمام، فتح الكتاب اهو، فتح الدرس، اقدر اذاكره، نقفل التبويبات بقى اللي احنا مش عايزينها هنا كده، زي ما احنا شايفين ان التحديث شغال في الخلفية فوق، زي ما انتوا شايفينه كده، التحديث شغال في الخلفية، بعد ما دي منصة الامتحان، زي ما احنا شايفين اسم المستخدم وكلمة السر اللي احنا استلمناهم من المدرسة، هشرح لكم في فيديو تاني طريقة تركيب الشريحة والتفعيل بتاعها، ال ام اس، نشوف ايه ال ام اس، ده تسجيل الدخول لبنك المعرفة، هي اي ام اس تقريبا، عندك هنا المذاكرة الرقمية اللي اتكلمنا عليها، الامتحان، منصة ادمودو، ادمودو ادي منصة ادمودو، دي منصة ادمودو، مرحبا بك، الشرح بتاعها، دليل البدء السريع للمعلم، وأكيد في دليل للطالب، فيديو تدريب المعلمين، دي منصة إدمودو، نرجع تاني نشوف التحديث وصل لحد فين، زي ما احنا شايفين التحديث دلوقتي 21%، هنرجع تاني بعد كده في خطوات التحديث، هقطع الفيديو، ممكن يغيب له نص ساعة ساعة، دلوقتي رجعنا لكم تاني بعد ما نثبت التحديث
وصلت ل 98%. بيطفي بسرعة التاب ده توفيرا للبطارية. هننتظر مع بعض بقى 99%. زي ما احنا شايفين قال لك اكتمل دلوقتي، وبيديك تحت كده بيقول لك اقول له التثبيت الان، بيقول لك يرجى الانتظار، يقول لك جاري التحضير لتثبيت البرنامج. فجأة التاب هيعمل ابديت، عمل ريستارت هيعمل ابديت. الروبوت بتاع اندرويد جاري تثبيت تحديث النظام. في الوقت ده مش هفصل معاكم اي حاجة عشان تعرفوا الوقت التقديري بالظبط اللي بياخدوا التحديث من غير ما تقلقوا. ثلاثة وثلاثين في المية. التاب ده ممتاز جدا، بشكر الدولة ووزير التربية والتعليم فعلا انهم اتاحوا لابنائنا الطلاب ان هم يواكبوا العصر والتطور وينقلوا التعليم نقلة كبيرة. كتاب ممتاز جدا محترم. سيبكنتم الإشاعات الهدامة اللي بتطلع اللي بيقولك الكتاب بره ب1000 جنيه وبره ب2000 جنيه. الكتاب ده ب5000 جنيه يا جماعة، ويمكن أكتر كمان. منصحش حد إن هو يحاول يخرجه بره المنظومة. هتدفع غرامة تقريبا زي ما سمعت، بس أكيد. بس ليه تفتح، ليه تطلعه بره المنظومة وتعرض نفسك للرسوب أو تعرض نفسك لعدم دخول الامتحان وتدفع غرامة وتعرض نفسك مش هقول للإهانة لا، ولا التنمر أو الاحتقار، مش عارف أنا بسميها إيه، بس بصراحة بيبقى منظر الطالب فظيع. ما بيجيب ولي أمره يمضي على تعهد ويدخله المنظومة تاني ويدفع غرامة والكلام ده كله ليه؟ التابلتس اللي في السوق دلوقتي كلها في أسعارها في متناول الإيد. تقدر تجيب تابلت تقسيط ب4000 جنيه أو ب5000 جنيه، مستوى ممتاز جدا زي ده، أو تقدر تجيب ده ذات نفسه. دلوقتي التحديث وصل 82%. خمسة وتمانين في المية. زي ما احنا شايفين العملية ما مش هتاخد اكتر من 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير عشان تخش الامتحان مع حدث التاب بتاعك. مفيش عندك مشاكل، كل حاجة تمام. مية في المية.
التابلت عمل ريستارت مرة تانية. بيغيب شوية أول مرة بعد الأبديت، وهيطلب برضو أبديت للأبليكيشن اللي موجودة على الجهاز. بيقول لك جاري تحسين التطبيق 32 من 1 46، وهنخلص تمام. زي ما احنا شايفين التاب بدأ، بيقول لك جاري انهاء تحديث مواقع التعليم عن بعد تكست، بتنزل تاني فيها تحديث او حاجة. هنا بيقول لك النوكس مانجر بيعمل تحديث برضو تمام. زي ما احنا شايفين كده التاب اتحدث خلاص. هنكشف تاني نشوف هيحدث ولا لا. اقول له حاول تحديث البرنامج، اقول له تنزيل التحديث يدويا. بيقول لي ده اخر اصدار محدث بالفعل. نجيب تاني الخطوات، ضغط تحديث البرنامج، تحديث بتاع يدويا، يتم الآن البحث عن أي تحديثات. بيقول لي أنت على آخر نسخة بالفعل. بشوف المنصة بتاع نوكس نزل فيها أي حاجة جديدة ولا لأ. طوالي عن طريق السهم ده كده كله معمول له ديليت ديليت ديليت، يبقى كله عندي. بتمنى لكل إخواتي وأبنائي الطلبة في جميع المراحل الدراسية التوفيق يا رب، وربنا يحميهم من كورونا. في نهاية الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.